مناسبات لغو حسي آساس كي عيدان كا عركا سوماليا وا سند قردي كنتني أفرادا ايا لغو غبتاي مغالادا مغدشو سيدا وكوسو ورم ايو وريا سومالي چانل عبد الرساق شام علمي بلاق مناسبات داني او هيد نسي هير سرا اللوسو اغا سمي لغونا دبالدغ اي سند قردي كنتني أفراد اي كسو وريغتاي مركشان يتبان كي فبراي سند دي كنسا غال بغولي لحدن كي لأساس عيدان كا عركا سوماليا ايا وحا لغو غبتاي مغالادا مغدشو مناسبة أو أي كسوة قريب جلنا وزير كوزارة دجاشانديك حكومة الصومالية محمد شيخ حسن حامد تلياش إذا مدى إمارت شرف كلا وكسوة الدولة الإمارات كعربتها أي واحد إذا مدى بدأ الصومالية كسوة بندقان دولة تسقط كعيارها هل كي إذا مدى بام بيدنو أي جوب تكو قراعيين موسيقى كلا دوانة أستان تقرن كصومالية طيبه كلا دوانة مسؤولين تي مناسبة دني كهاللي أي واحد هم بلي يبغادين ودرن دمان إذا مدى عرك الصومالية حاسس كودي ولي بعرور تودا وحنا أنت أكيد بتليها عيدنا كعرك الصومالية سريجو تمحمود شي علي أو ربحن در أجدية كغيب قلياش مناسبة دني وكفى الله ذي تاريخ عيدنا كعرك الصومالية أنتوا كلا شنية طبعاً كي فبراير طب سجال بقول يلحد كي وهاي هيد مالين عيدنا كعرك حسوتي سكوت الله وأنا كجوي دوني مركي سن دولية وعيدنا كعرك أولها مركا أفر كمدة يدلك قصة والله قيم وهاي المالين تا أنا هدا أود بالدقيني إسلام مالين تا وهاي تاريخ ده آدي آدي غور مرحوسان تهاي ومالين تي وجوه الرئيسي ودوليال يفرسما يقال نص ماليات أي ديار لما مطور له أي كل دولة أنا بهود الصومالية كل أحمرار إسلام مالين تا أسعي يهد وزير كوزارة دقاشانديك حكومة الصومالية محمد شيخ حسن حامد وقبدي مناسبة دني كهل لأي شيء إن حكومة الصومالية ديكو أنت هاي تين تعيد ماذا كلا دون أي دولة دا ولا ليال حكومة دا عصب هذا ذلك كجرت وح كجو أن إن وح بدن كقبضته بسدة عيدا إذا ماذا قلب كسيدا نوعية ذلك كلا دون واجبات بانو كلا قادرين إن ما أنت دي إلهي إدمه إذن كنا واجبات اللي ذكره وحاول أن نفتينا لدرجة لنتان الجهاد في النفس أي اللوبة هي هاي أو دشبلين كلا أتقيه ما ذحل لا أطيعه حيالها ما لا يعني جلس كتافه أو هري الله صعب فدان قدافه حسوس إنه سنة فيه هرو حاليا بين حفل دان وكلا على القبر سنة كان حفل دان يربى القبر في سنة دم حاليا بين أيده أو ديار ذا إنه يلا عن حفل القبر أتي إلى أيدي وقت قوائري هاي أنا كحكومة ده وحنا يقول إن aan wixii tasjiilada aan idin keeni karno ay ugu horeysa tababarada inaad wax barataan dhalinyaro aqoon leh lagu soo kordhiyo oo soo barata habka duulimaadka iyo habka farsamada intaba inta badan dowladihii dhashay wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxay aad dadaal ugu bixiyeen dhisidda ciidamada militaryga booliska iyo nabad sugidda oo loo arkayay inay yihiin xalka baahi taagan haddana waxa muuqata intaasi ay meesha ka saartay dib u dhiska ciidamada cirka iyo kuwa badda Soomaaliya oo iyaguna muhiimad weyn u leh dalka Cabdirisaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho